السلام عليكم. زي ما ذكرنا في الدروس الماضية، فيلدوير موقع بينظم لي الشغل مع الفريق. عندي هنا البلان ده، مثله لما افتح ملف بي دي اف او ارفع ملف بي دي اف، بيبدأ هو يشوف هو موجود جواه كام بلان ويخلي كل بلان لوحده. فايلز لا، بيرفع الملف. طيب سواء ده او ده، مجرد ان انت تيجي هنا وتعمل سيلكت على الملف فبيبدأ يفتحه لك بالشكل دوت. تبدأ تشوف الملف. طيب ده هنا برضو الريفر شوب درونج سبميتر. خلينا نروح للبلانس، نيجي نفتح الملف دوت اهو. طيب تقدر تعمل زوم، تقرب وتبعد زي ما انت عايز. تمام. هنا تبدأ تضيف تاسك، تقول له التاسك، تحدد هنا، هيبدأ يجيب لي هنا التاسكات، فتبدأ تكتب الاسم التاسك اللي انت عايزها، لما في نيو تاسك مهمة جديدة او اكسيستنج تاسك مهمة تكون موجودة قبل كده، تبدأ تعمل سيرش عليها، تكتب اول حرف هو يبدأ يشوف هنا ويبدأ يعمل ريليشن شيب بينها، بحيث لما تيجي على الغرفة دي تلاقي المعلومات اللي انت عايزها. البريورتي الأولوية ليها، الكاتيجوري تبدأ تشوف موجودة في انهي كاتيجوري وهكذا. اهي بيقول لك انهي جزء من المبنى اللي انت عايز تعمل فيه التاسك ديت. اللوكيشن، الستارت ديت، الاند ديت، تبدا تكتب التاريخ بالشكل دوت. المان باور تبدا تحط بقى المان باور، الكوست التكلفه، التاج وهكذا. ممكن تحط الرساله بتاعتك وتبدا تعمل شير ليها، وتحط صور وتحط لينكات وجوجل زي ما انت عايز. ممكن تبعتها كإيميل، ممكن تنسخها للكليب بورد، ممكن تصدرها ك بي دي اف. ممكن تكتب اسمها هنا، بالشكل ده بقت التاسك موجودة.